ومثل ما تعرفوا تيم حاليا مشغول بمسلسل العميد اللي راح نشوفه قبل موسم رمضان حصريا على شاهد، وهالاسبوع نزل التريلر الثاني للمسلسل اللي بتشارك فيه كريس بشار. انا بدور دائما على الدافع، هو اللي بيمسكني راس الخيط. انت عندك كل الدوافع لقتله. المهنة تبعنا احيانا بتوصل فيك لحدود الهوس. القوانين كلام على ورق. تعال على الارض وورجيني كيف بدك تطبق هالقوانين. ونحن خبرناكم قبل عن الكواليس، لكن ما حكينا لكم بعد عن تفاصيل لوك شخصية العميد اللي اعتمده تيم بالمسلسل. ونحن قابلنا عمر بعيني المسؤول عن إطلال التيم واللي لأول مرة شفتوه بالبوستر. في عنا اللوك اللي بيكون فيه بالشغل، هو دايماً اللي رحنا مش تو فورمال، بس كنا البلايزر مع الشميز. وهالشي كان واضح من البوستر الأول اللي كشف عنا تيم وصار محقق أكثر من 93 ألف لايك، وفيه بنشوف إنه اعتمد إطلالة كلاسيكية باللون الكحلي، وشكلها النظارات رح تكون الأكسسوار اللي ما رح يفارقه خلال العمل، خاصة إنه بيأدي دور أكاديمي. شخصيته للعميد هي شوي حدا كتير on point وكتير بيهتم بأداء التفاصيل بشكله، دايما لازم يكون كل شيء مزبوط. عشان كذا رح نشوف العميد بستايل أقل رسمية لما يكون متواجد بشغله، والجمهور متحمس إنه يشوف تيم حسن بدور جديد، خاصة إنه رح يكون بعيد كثير عن شخصية جبل اللي تعودنا عليها بمسلسل الهيبة في السنوات الماضية، ورح يرجع يذكرنا شوي بدور تيمور في مسلسل تشيلو. أنا بعرف وين ارمي صنارتي. الابتعاد عن اللون الأسود طلع منه بسهولة. ايه وهو حب، يعني حب، يعني تحسيه حاببهم للتياب، حابب الالوان اللي عم يلبسها وحب التغيير يعني. لكن نقدر نقول انه اللحيه راح تضل، وهذا هو الشيء المشترك الوحيد اللي قدرنا نكتشفه بين شخصيه العميد وجبل حتى لو كان فيها بعض التعديلات. فمن الصور اللي انتشرت لاحظنا انها محلوقه من عند الجوانب وكثيفه من الامام، وتسريحه الشعر راح تكون بسيطه ورسميه.